السلام عليكم. النهاردة هناخد درس اسمه تحليل المقدار الثلاثي. عايزين نفهم معنى الدرس أول، يعني ايه تحليل ويعني ايه مقدار ثلاثي. التحليل ده يعني لما يبقى عندي مثلا رقم زي رقم 3، انا عايز اعرف ايه الارقام اللي لو ضربت في بعض تديني الرقم 3 ده. يعني مثلا 3 دي بتساوي 3 في 1، او بتساوي سالب 3 في سالب 1، او حتى 6 في نص، مش كده برضو؟ يبقى كده انا عرفت التلاتة دي ممكن ايه الارقام اللي لما بتضرب في بعض بتديني التلاتة. يعني التحليل ده عبارة عن ان انا بشوف ايه الحاجة اللي عندي دي ممكن اخليها ايه الارقام اللي تضرب في بعض وتديني الحاجة دي. عندي برضو حاجة زي الـ12 مثلا، ايه الحاجة الرقمين اللي اتضربوا في بعض يدوني 12؟ ممكن 1 في 12، ممكن 2 في 6، ممكن 3 في 4. ده معنى التحليل. طيب ايه هو بقى المقدار الثلاثي؟ المقدار الثلاثي ده هو حاجة بيكون فيها 3 مقادير، يعني مقدار هنا زائد مقدار هنا زائد مقدار هنا، ده ثلاثي. طيب انا عندي ايه الحاجات دي بقى؟ عندي اول حاجة الف سين اس 2 زائد باء سين اس 1 زائد جيم أس سين أس صفر، تمام؟ يعني هنا أول حاجة بنبدأ بأكبر حاجة اللي هو سين أس 2، بعدين سين أس 1، بعدين سين أس صفر. طيب ألف وباء وجيم دول عبارة عن أرقام صحيحة، أعداد صحيحة. يعني أعداد صحيحة يعني بس ألف ما بيساوي صفر، لا يساوي صفر. أعداد صحيحة يعني خدناها قبل كده اللي هي ممكن تبقى 1 و2 و3، أو السالب سالب 1 سالب 2، أو الصفر. بس احنا عايزين مقدار ثلاثي، يعني لا مش عايزة الباء برضو بصفر ولا الجيم بصفر، عايزة رقم مكون مقدار مكون من 3 أرقام. طيب يعني هو بيساوي ألف سين تربيع زائد باء سين سين أس 1 يعني سين، وجيم سين أس 0 يعني 1 يعني جيم. يعني هو ده المقدار الثلاثي، بيبقى على الهيئة دي ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم. لما أشوف المنظر ده أعرف إن ده مقدار ثلاثي. طيب إزاي بقى أنا بحلل المقدار الثلاثي ده؟ بحلل المقدار الثلاثي ده اللي هو ألف سين تربيع زائد سالب موجب أو سالب باء، لو باء ده رقم عدد موجب يعني موجب أو سالب جيم. طب إزاي بحلله؟ أول حاجة لو الألف ده بيساوي 1، أو الألف ده بيساوي عدد صحيح، يعني على أساس الألف ده أنا هحدد أنا هتعامل إزاي مع مقدار الثلاثي ده. لو ألف بيساوي 1 بيبقى حاجة اسمها تحليل بسيط، هناخد الكلام دلوقتي. طب لو ألف عدد صحيح عندي نوعين من التحليل، أول حاجة إخراج العامل المشترك، تاني حاجة تحليل غير بسيط. فهنبدأ بقى الدرس بتاعنا نضرب أمثلة. قبل ما نبدأ بالتحليل البسيط عايزة أدي لكم أمثلة على يعني إيه تحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى. أول حاجة الأعلى دي معناها إن أنا عايزة أجيب أكبر رقم، أكبر رقم ممكن. يعني لو ممكن أخد 2 عامل مشترك أو 4 عامل مشترك، أخد الـ4 عامل مشترك، يعني أكبر رقم ممكن أقسم عليه. طب مثال على كده، عندي 3 س تربيع زائد 9 س ص، أنا عايزة أخد الرقم اللي يقبل عليه كل المقادير اللي هنا دي. يعني انا لو خدت 3، التلاتة ده يقبل على التلاتة، 3 س تربيع لما اقسمها على التلاتة تديني س تربيع، ولما اقسم هنا دي برضو على التلاتة 9 على 3 تديني 3. طب انا في حاجة كمان عندي ممكن اخدها اعرف اقسم عليها المقدار، عندي السين. لو قسمت دي على سين هنا سين، ولو قسمت دي على سين هتقبل برضو. يبقى كده ما عادش في حاجة تانية اعرف اخدها المقدار ده يقبل عليها. يبقى هقول 3 س تربيع 3 س فيها السين زائد 9 س ص، 9 3 فيها 3 والسين هتروح مع السين ويبقى 3 ص. كده انا خدت العامل المشترك الاعلى بتاع المقدار ده. طب مثال تاني، عندي الف في مضروب في قوس الف ناقص باء سالب باء في قوس باء ناقص الف. طب انا هنا ما عنديش حاجة اعرف اخدها يقبل عليها كل المقدار، بس هنا ده ممكن ان انا احاول احوله للشكل ده. طب اعمل ايه؟ انا عندي هنا السالب دي، السالب دي عبارة عن
مش سالب دي عبارة عن موجب في سالب، موجب في سالب بتديني سالب مش كده؟ ممكن ان انا اخد السالب دي اضربها في القوس ده عشان احوله للشكل ده. طب نحل كده، الف الف سالب ب، هاخد الموجب هنزلها هنا وهاخد السالب هضربها في القوس ده، ب هيبقى بقى الباء السالب، الباء سالب في موجب هتبقى السالب، هيبقى الباء اللي بالسالب، وسالب في سالب بموجب هيبقى الالف اللي بالموجب، يعني الالف بقت بالموجب والباء بقت بالسالب، فبقى نفس المقدار هنا هو نفس المقدار هنا. اقدر ان انا دلوقتي اخده عامل مشترك وبعدين اخد الالف زائد ب مع بعض كده. انا عرفت ازاي اخد العامل المشترك. ندخل على التحليل البسيط. التحليل البسيط ده بعمله امتى؟ اول لما يكون عندي الالف ده بيساوي واحد بحل التحليل البسيط. طيب نضرب امثلة. عايزين اول نفهم يعني ايه تحليل البسيط. التحليل البسيط يعني لو انا عندي اول حاجة احنا عارفين ان احنا ممكن نضرب مقادير في بعضها زي 6 زائد 6، س زائد 6 في س زائد 1. هضربها الاول ان انا هقول س في س بس تربيع، وس في 1 بس، زائد 6 س زائد 6. ضربت الس في المقدار ده وبعدين ضربت الستة اللي هو بيساوي س تربيع زائد 7 س، س وستة ب7 س زائد 6. عايزة طريقة أحلل بيها المقدار ده ليه س زائد 6 وس زائد 1. الطريقة دي اللي هي التحليل البسيط. طيب أنا عرفت منين إن أنا هختار دي؟ لأن ده مقدار ثلاثي على هيئة أ س تربيع زائد ب س زائد ج، والألف ده بيساوي 1. طب أعمل إيه بقى؟ التحليل ده بيكون عبارة، أول حاجة بعمل قوسين. بحط ايه في القوس الاول، بحط ايه في القوس التاني؟ اول حاجة س تربيع دي بحللها ل س وس، س تربيع قسمتها س وس. بعدين بعمل ايه؟ باخد العلامة دي بنزلها زي ما هي كده في القوس الاول، تمام. القوس التاني بعمل فيه ايه؟ بضرب العلامة دي في العلامة دي وبحطها هنا. يعني ايه؟ يعني بقول موجب في موجب بموجب. بعدين بمسك اخر حاجة اللي هي الستة دي. الستة دي انا عايزة احللها بحيث ان هي ستة اهي اللي هي بتساوي رقمين في بعض، عايزة رقمين يتضربوا في بعض يدوني الستة دي، ومجموعهم يديني السبعة. رقمين في بعض يدوني ستة لما يتضربوا في بعض، ولما يتجمعوا يدوني سبعة اللي هما ستة وواحد. بعدين احط هنا اكبر رقم اللي هو الستة واحط هنا الواحد. تاني، اول حاجة فتحت قوسين، حطيت هنا سين وسين، بعدين نزلت الاشارة دي زي ما هي، بعدين ضربت الاشارتين في بعض موجب في موجب بموجب حطيتهم هنا، يبقى دول حاصل ضرب الاشارتين دول. بعدين جبت اخر رقم اللي هي الستة، عايزة رقمين يتضربوا في بعض يديني ستة، يتجمعوا يديني سبعة اللي هما الستة والواحد. اخد الرقم الكبير احطه هنا زي ما هو، والرقم التاني احطه هنا. ناخد امثلة تانية. مثال س تربيع سالب س سالب 20. اول حاجة قوسين س وس، الاشارة دي زي ما هي سالب، الاشارتين دول يتضربوا مع بعض سالب في سالب بموجب. بعدين هاخد ال20، عايزة رقمين يتضربوا في 20 بس المرة دي عايزة فرقهم بيساوي 1. المرة اللي فاتت لما كان في هنا موجب قلنا لما يبقى هنا الرقم ده هبقى اقول الرقم ده عايزة جمعهم يديني الرقم اللي هنا. طب المرة دي لقيت هنا سالب، يبقى ده اللي يقول لي فرقهم ولا جمعهم، تمام. ال20 عايزة رقمين يتضربوا في بعض يديني 20، يتجمعوا يديني يطرحوا بعض يدوني 1 اللي هما ايه؟ اللي هما الخمسة والاربعة. باخد الرقم الكبير احطه هنا والرقم التاني احطه هنا. مثال التاني، س تربيع يبقى اهو قوسين س وس موجب زي ما هي،
موجب في سالب في سالب، الأربعة الأربعة عندي عايزة رقمين يتضربوا في بعض يدوني أربعة، يتطرحوا يدوني تلاتة، اللي هما ايه؟ اللي هما أربعة وواحد. أخد الرقم الكبير الأربعة وأخد الواحد أحطه هنا. خلاص كده احنا عرفنا يعني ايه تحليل بسيط. ناخد التحليل لو كان الألف ده عدد صحيح، لو الألف عدد، يعني ألف ده عدد أهو قدامي زي التلاتة مثلا. عندي عدد الألف بعدد، أول حاجة أفكر فيها أشوف في عامل مشترك ولا تحليل غير بسيط. عامل مشترك إزاي؟ إزاي يا ترى؟ دي كام؟ تلاتة. ودي كام؟ تلاتة في اتنين، صح؟ دي كام؟ تلاتة في تلاتة. ينفع أخد التلاتة عامل مشترك؟ طبعا ينفع أخد التلاتة عامل مشترك. يبقى تلاتة في س تربيع ناقص اتنين س ناقص تلاتة. طيب دلوقتي ده بقى عندي مقدار ثلاثي وهنا واحد، يعني اقدر احلله تحليل بسيط. اخد التلاتة هنا اهي وافتح قوسين س وس، هنزل السالب زي ما هي، وسالب في سالب بموجب، التلاتة رقمين يتضربوا في بعض يدوني تلاتة، يتطرحوا يدوني اتنين، اللي هما ايه؟ تلاتة وواحد. رقم كبير هنا ورقم التاني هنا. ندي أمثلة بقى على تحليل غير بسيط. يبقى أنا عندي ده ألف س تربيع زائد ب س زائد ي، تمام؟ بس هنا الألف عدد مش واحد، عدد صحيح، وهنا مفيش عامل مشترك، يبقى هتجه للتحليل غير البسيط. بالنسبة للتحليل غير البسيط في طرق زي المقص والتجريب وكده. أنا نفسي مش بحب الطرق دي، أنا من أول ما درستها أصلاً اتعلمت طريقة مختلفة، ودي اللي بتعامل بيها من تانية اعدادي لحد دلوقتي بقيت في الكلية. فالطريقة دي كويسة جدا، هنشوفها كده مع بعض. اول حاجة عندي التلاتة دي انا عايزة اخليها عدد مربع، يعني اول حاجة هشوف الرقم اللي هنا ايه هضربه في نفسه، يعني التلاتة دي هضربها في تلاتة، تمام؟ وهعمل ايه تاني؟ هضرب الستة دي برضو في تلاتة، يعني همسك الطرفين هضربهم في تلاتة، تمام؟ بقي دي تسعة س تربيع زائد سبعة س سالب تلاتة في ستة بتمنتاشر، تمام؟ بعدين فتحت قوسين هنا هخليها تلاتة س في تلاتة س، تمام؟ وهشتغل عادي جدا زي التحليل البسيط. هنزل الموجب زي ما هو وأقول موجب في سالب في سالب، والتمنتاشر عايزة رقمين يتضربوا في بعض يدوني تمنتاشر، يتطرحوا من بعض ويدوني سبعة، اللي هما ايه؟ اللي هما التسعة والاتنين، الرقم الكبير هنا والرقم الصغير هنا. عادي جدا. الزيادة اللي انا هعملها زي ما ضربت هنا هرجع هنا اشوف عامل مشترك هقسم عليه، بس مش هسيبه بره، لا هقسم عليه بس، يعني في هنا تلاتة وينفع اخد من هنا عامل مشترك اللي هو التلاتة، فهقول ان هو س قسمت على العامل المشترك س زائد تلاتة، وتلاتة س ناقص اتنين كده محلولة صح 100% زي ما تكون حللتها بالمقص او كده. وبالنسبة لطرق المقص والطرق التانية موجود كتير منها فيديوهات على اليوتيوب، بس انا شايفة ان دي احسن طريقة فيهم. ناخد مثال تاني. المثال ده هعمل ايه برضو زي ما عملت في الاولاني، هضرب هنا في اتنين وهضرب هنا في اتنين، تمام؟ بقت دي اربعة س تربيع، بس ياريت تتعمل في هامش يعني، لان المدرسين مش عارفينها كتير يعني، فممكن يستغربوها شوية. اضرب برضو الاتنين في تلاتة بستة، بعدين هعمل ايه؟ فتحت قوسين هقول اتنين س في اتنين س، وبعدين هنزل السالب واضرب سالب في سالب بموجب، عايزة رقمين يضربوا في بعض يدوني ستة، يتطرحوا يدوني خمسة، اللي هما ايه؟ ستة وواحد، رقم كبير هنا رقم صغير هنا. وبعدين هقسم هنا على الاتنين س ناقص تلاتة واتنين س زائد واحد. اخر مثال معانا، ستة م تربيع زائد ناقص اتنين م تربيع ناقص سبعة ن م،
ايه ده، احنا اتخضينا ولا ايه؟ لا طبعا عادي ولا يهمنا. هنحط اول حاجة، انا عايزة اخليه على الصورة دي اللي هي الف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم. طيب ازاي بقى؟ هخلي 6 ميم تربيع اهي، وبعدين انا عايزة الحاجة اللي فيها ميم هنا زي ما دي هنا، فبعدين هخليها 6 ميم تربيع، هحط المقدار اللي فيه ميم، -7 نون ميم -2 نون تربيع. طب انا دلوقتي هتعامل مع النون تربيع دي كأنها رقم عادي، مش ما مش هتعيقني في حاجة. طيب دلوقتي ده كأنها دي ألف سين تربيع، الألف ده مش واحد وما عنديش عامل مشترك، يبقى هضربه في 6 وهضرب هنا في 6، 6 في 6 ب 36 ميم تربيع، -7 نون ميم، -2 في 6 ب 12 نون تربيع. بعدين هفتح قوسين، 6 ميم 6 ميم سالب في سالب بموجب 12 نون تربيع. ايه الرقمين اللي يتضربوا في بعض يدون 12 نون تربيع، يتطرحوا من بعض يدوني 7 نون، يبقى انا عندي 12 نون تربيع. هيبقوا ايه بقى؟ هيبقوا 4 نون في 3 نون، 4 نون في 3 نون. طب نجرب كده، 3 في 4 12 نون في نون بنون تربيع، صح. طب 3 نون و4 نون بكام؟ ب7 نون، يبقى مظبوط تمام. اخد الرقم الكبير اللي هو 4 نون هنا، والرقم الصغير 3 نون هنا. زي ما قلنا هنرجع بقى نقسم على العامل المشترك. هنا عامل مشترك ايه؟ 2. بس خلي بالك هنقسم على العامل المشترك هنا، لو في هنا عامل مشترك وهنا عامل مشترك هنقسم على هنا وهنا، ولو في واحد بس برضه هنقسم. يعني ايا كان لقيت عامل مشترك لازم تبص على المقادير اللي هتطلع معاك وتقسم على العامل المشترك اللي هتيجي معاك. فهنا هقسم على 2، هتبقى 6 على 2 فيها 3 ميم -2 نون، وهنا هقسم على 3 يبقى 3 ميم على 3 يبقى 2 ميم موجب ميم. بس كده الدرس كده خلص، بس لازم تطبق عليه كتير جدا، لان انت هتفضل تستخدم التحليل ده لحد ما تخلص تعليم اصلا يعني. فربنا معاك.